تحية طيبة نقدمها لكم أعزائي المتداولين مع الأسبوع الجديد لسوق الفوركس. نواصل إطلاعكم على أهم الأحداث المترقبة في سوق الفوركس لهذا الأسبوع. بداية دعونا نذكر أهم أحداث الأسبوع الفائت، ومن ثم نتحول كالعادة إلى عرض منتظرة في القريب العاجل. لم تصدر في يومي الاثنين والثلاثاء أي بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة. أما بالنسبة لمؤشر السهم الأمريكي فقد ارتد عقب التراجع لعدة مرات في الأسبوع السابق. في يوم الأربعاء استمر التراجع القوي لأسعار الأسهم بسبب بيانات اقتصادية المختلطة من كتاب بيج وتصريحات اقتصادية ضعيفة من مركب SP500. يترقب المستثمرون تراجع إجمالي الأرباح إلى 4.8% في الربع الرابع من عام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. بالتالي فإن الترند السلبي سيبقى للشهر السادس على التوالي. يظهر كتاب بيج تواضع توصل اقتصادي لتسعة من 12 مقاطعة فيدرالية على الرغم من تحسن إنفاق المستهلك في موسم العطل، في حين شهدت النصف المقاطعات ركودا. في قطاع التصنيع في يوم الخميس كانت الأسهم الأمريكية في محاولة لانعكاس هبوطي عقب صدور بيانات مالية قوية لجي بي مورغان تشيس، في حين جاءت بيانات البطالة دون التوقعات والتي أدت لتراجع ثقة المستهلك. في يوم الجمعة صدرت بيانات اقتصادية أكثر قوة، مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر والتي جاءت سلبية. تراجعت الأسهم الأمريكية نسبة لهذه البيانات. تراجعت مبيعات التجزئة بسبب أن الطقس الدافئ في الولايات المتحدة أدت لتراجع الطلب على الملابس الشتوية والأحذية، ويمكن اعتبار البنزين الرخيص عاملا آخر لذلك. مع ذلك تراجع الإنتاج الصناعي لشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر بسبب قوة الدولار الأمريكي، في حين ارتفع في الأسبوع السابق فقط في يوم الاثنين مرتفعا منذ ذلك الحين في قناة جانبية ضيقة جدا. يتواجد موسم الأرباح بتقدم كامل في الولايات المتحدة، ولكن البيانات ليست إيجابية بشكل كبير. في يوم الجمعة عانت أسهم إنتل من تراجع قياسي في يوم واحد في السنوات السبع الأخيرة من 9% على تقرير ربعي ضعيف. عموما في الأسبوع السابق فقد مؤشر داو جونز و اس بي 500 بمقدار 2.2% لكل منهما، في حين فقد نستك بمقدار 3.3%. بلغ ما يقارب 100 مركب من مؤشر SP 500 انخفاضات جديدة في الأشهر 12 الأخيرة. سيكون هذا الأسبوع قصيرا بسبب يوم عطلة مارتن لوثر كينج في يوم الاثنين. ستصدر أهم البيانات الاقتصادية في يوم الأربعاء في الولايات المتحدة. التضخم في شهر ديسمبر يترقب زيادة التضخم بشكل طفيف، حيث ستتردد الأسواق بشكل إيجابي مع تواجدها بخط سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي. عموما هذا من أصدقاء قوله فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة IFC Markets. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.